وزارة الإسكان الحقيقة قامت خلال الكام سنة اللي فاتوا دول بدور أشوفه دور تاريخي، والله أنا بتكلم بأمانة يعني، بأمانة جدا كمان، وأظن دور ما ينفعش حد ينكره، وأظن دور ما هوش مستخبي على حد لأنه ظاهر للكل بعينينا المجردة. هذا الدور متعلق بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة في جمهورية مصر العربية. نقدر نقول بملو الفم كده، ما عنديش عشوائيات غير آمنة، ما عنديش مناطق غير آمنة في مصر. دور شديد الأهمية، دور تاريخي من حيث المجهود والتكلفة، ودور تاريخي مهم في الوضع الاجتماعي لبلدنا لأهالينا، اللي قامت بيه وزارة الإسكان والهيئات والصناديق التابعة ليها، من إنها تقضي على العشوائيات غير الآمنة وتنقل أهالينا اللي كانوا ساكنين فيها لسكن كريم وإنساني ومحترم وعليه القيمة، وإنه الناس تنتقل من عشوائيات غير آمنة إلى بيوت متشطبة ومفروشة وآمنة ومؤمنة، لأنه فيها الأمن وفيها الحماية المدنية وفيها الإسعاف وفيها مراكز الشباب وفيها المكتبة وفيها الأنشطة و و و و و ده في حد ذاته تغيير اجتماعي مش بس إيجابي، ده شديد الأهمية، بيغير حياة الناس، بيقلب الأمور رأسا على عقب، ولكن إلى وضعها الصحيح والملائم والسليم واللي كان لازم يحصل من عشرات السنين. ألاقي وزارة الإسكان في مصر بعد ما عملت هذا الإنجاز الكبير والتاريخي والعظيم تنتقل إلى الكاميرون الصديقة الشقيقة الإفريقية. إزاي بقى؟ دي حدوتة لازم نقول بدايتها وإن شاء الله ننتظر نهايتها السعيدة، لكن هنا أسأل فيها المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. إزيك يا باشمهندس؟ إزيك يا فندم، أهلا وسهلا بسيادتك. إزاي الحال؟ كله حلو؟ كله كويس الحمد لله. يا رب دايما. بقى احنا خلصنا على العشوائيات غير الآمنة ونقلنا أهالينا لحياة تانية خالص في مصر، ودلوقتي بنشغل في الكاميرون. اللهم لك الحمد يا فندم. فعلا وبشكر حضرتك في البداية على مقدمة الجميلة على مجهود زمايلي في وزارة الإسكان وفي ربوع مصر كلها، والحمد لله. ده طبعا كان يعني من ضمن المواضيع الهامة اللي عرضها السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ومرافق الاقتصادات العمرانية أثناء زيارة وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية في الكاميرون السيدة سيليستين كيتشا. الحمد لله التجربة المصرية تكللت بالنجاح والتنفيذ على أرض الواقع، وده باين أثناء الزيارة للسيدة الوزيرة والوفد الوزاري المرافق ليها. الحقيقة كانوا منبهرين بالتجربة المصرية اللي عرضها سيادة الوزير، سواء في مكتبه في استضافتهم في وزارة الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، تجربة مصر العمرانية وتجربة مصر في القضاء على العشوائيات ومناطق الخطرة والغير آمنة وزاهمة الخطورة. خليني أوضح دايما المصطلح ده مهم قوي، إن احنا عندنا مناطق خطرة ومناطق زاهمة الخطورة اللي هي بتؤثر على الناس اللي عايشة فيها، بتهددهم كل يوم بالخطر، مش بس بتبقى فقيره في المرافق والخدمات، لا هي بتهددهم كمان وبتهدد الارواح. والحمد لله، اللهم لك الحمد، التجربه المصريه بعد ما الحكومه المصريه اقتحمت هذا الملف والدوله المصريه اقتحمت هذا الملف وعملت حصر لجميع المناطق الداهمه الخطوره في مصر وبدات بيها في الخطه في المرحله الاولى، وده اللي استعرضه سياده الوزير على الوزيره الكاميرونيه، ان مصر نفذت 250,000 وحده سكنيه كسكن بديل في هذه المناطق ما بين انواع متنوعه، سواء في المنطقه نفسها اللي تم تطويرها ازاله العشوائيات منها وتم البناء فيها، او في منطقه تم ازالتها وتم نقل السكان لاماكن جديده امنه تناسب انشطتهم، او بالبدائل المتنوعه اللي تم عرضها على الساده سكان المناطق. فالتجربه المصريه دي لما نجحت سيادتك على ارض الواقع بقى، طبعا الحمد لله ان اللقاء كان في مكتب سياده الوزير وتكمل بعد كده على الهامش اللقاء زيارات في ارض الواقع، زاروا فيها منطقه مثلث مزبيرو وعين الصيره ومجرى العيون. النهارده كانوا هناك، الحقيقه الوفد كان منبهر بالتجربه المصريه بعد ما سياده الوزير عرض عليهم المخطط الاستراتيجي القومي للتنميه العمرانيه في مصر 2052 اللي استغرق اعداده عامين وتحدث كل 5 سنوات
والحمد لله نجاحه على أرض الواقع باين للعالم كله طبعاً. إن إحنا كان الهدف الرئيسي من المخطط المحور الأول هو مضاعفة المعمور السكاني من 7 ل 14%، وده اللي حصل بالفعل في 8 سنوات فقط، كان متخطط له 12 سنة اتنفذ في 8 سنوات، بالإضافة لمضاعفة حجم الطرق والكباري والمدن الجديدة اللي تم تنفيذها لسهولة الحركة. والأهم بقى من ده كله هو السكان اللي كانوا في المناطق الخطرة دي، اتبنت أماكن زي ما سيادتك بتتابعنا باستمرار في مثلث ماسبيرو، اتبنت سكن بديل أول مرحلة، والحمد لله السكان استلموا حياتهم السكنية كاملة مشطبة مفروشة. نفس الموضوع في مثلث في منطقة مجرى العيون ومنطقة مناطق المختلفة بقى على مستوى مصر، واللي تم فيها تنفيذ هذا المشروع القومي السكن البديل، سواء تم تعويض القاطنين في المكان بوحدات بديلة مؤقتا والعودة لمكان سكنهم القديم، أو اللي طلب تعويض نقدي وخده بشكل واضح، أو اللي طلب أن يروح مشروع حديث في المدن الجديدة وخد الوحدة السكنية في المشروع الحديث، أو اللي طلب يبقى في مكان قريب من النشاط بتاعه زي أهالينا اللي كانوا في منطقة مجرى العيون. يا فندم حضرتك بتتابعنا باستمرار على أخبارهم، راحوا في مكان تعمل لهم منطقة صناعية تناسب نشاط الجلود ودباغتها وتصنيعها وتخزينها وتصديرها لبره كمان، صح. فبالتالي وحدات سكنيه نشاط بينفذ، التجربه مش تجربه بناء فقط يا فندم، هي فعلا زي ما سياده الوزير اكد في اللقاء هي تجربه اقتصاديه متكامله، الهدف منها بناء وتوفير فرص عمل، فرص تعليم، فرص استثمار، وده كله بيخدمه شبكه طرق بتحقق مرونه في الحركه لحركه البشر والبضائع والاموال في نفس المدن بشكل مترابط ومتكامل. طب ده شيء عظيم جدا. طيب احنا عملنا كل ده في مصر، وواضح انه الاصدقاء والاشقاء اصبحوا بيستعينوا بخبراتنا. احنا هنبدا مشروع الكاميرون ده امتى؟ طبعا ده يعني من اجمل الحاجات اللي يعني بتثبت نجاح وانبهار الوفد الكاميروني بالتجربه، ان هم طلبوا ان يبقى في وحده دعم فني من خبراء مصريين اللي اشتغلوا على هذا المشروع الضخم. هيتكلموا سياده الوزير، طبعا وعد سياده الوزيره بتكوين وحده عمل، مجموعه عمل في الكاميرون مصريه بخبراء مصريين عشان تقدم دعم فني لتنفيذ اول منطقه لتطوير منطقه غير امنه في الكاميرون. ان شاء الله ده هيبقى نوع من يعني من الدعم الجديد لمصر ان التجربه نجحت، وكمان بتذهب للعالميه لاخواننا في افريقيا. وطبعا يعني من ضمن الحاجات الايجابيه جدا اللي حصلت في اللقاء ده الحقيقه، ان يعني سياده الوزيره اعربت عن رغبتها في مشاركه الدوله المصريه في التحضير للمنتدى الحضري العالمي اللي مصر ان شاء الله بتستضيفه العام القادم 2024 باذن الله. المنتدى الحضري العالمي الحمد لله مصر تستضيفه بعد النجاح اللي حصل في مدينه شرم الشيخ كوب 27، والمحاور اللي مصر اشتغلت عليها في حمايه البيئه وحمايه المجتمع وحمايه وتوفير الطاقه. بالتالي مصر ان شاء الله تستضيف المنتدى الحضري العالمي، وسياده الوزيره طلبت انها تشارك مصر في التجهيز لاستضافه في هذا المؤتمر اللي هيكون في دولته الثانيه 10 في مصر ان شاء الله، في مصر باذن الله. باذن الله. انا بشكرك جدا 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 يا باشمهندس، كل الشكر ليك، المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان. شكر الحقيقه موصول من اول معالي الوزير الدكتور عاصم لحد اجدد واحد دخل الوزاره.